نارين بيوتي تؤكد خضوع هذه عملية تجميل أخرى. شيرون ما في غيره يحتفل بعيد ميلاده بسان تعود إلى دبي، ونور ستارز تعلن عن سفر. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بسان إسماعيل تفاعلت اليوم بمجموعة من الستوريات أعلنت من خلالهم عن عودتها إلى دبي، وأيضا عن تحضيرها لمفاجآت كثيرة وأن عودتها ستكون قوية. ست شغلات أنا كان لازم خلصة وكل شيء تمام الحمد لله. هلأ اللي ما بيعرف أنا حاليا بدبي. أوكي وصلت على دبي وأخيرا. استأت كثير لدبي صراحة. مبارح بالليل إجيت وخلصت الشغلات اللي كان المفروض أعملها، لهيك ان شاء الله خير. غبت يعني غبت منيحة عن دبي فترة منيحة، فكان لازم اعمل الشغلات اللي لسه ما عملتها. خلصت كل شيء والحمد لله. رح هلأ بلش اعمل لكم الشغلات الخرافية اليوم. كمان اول شغلة حنعملها، يا رب يا رب كل شيء يكون تمام، ورح اخبركم بالوقت المناسب. نور ستارز قامت اليوم بنشر بوست أعلنت من خلاله عن سفرها، لكنها لم تذكر وجهتها، وأغلب المتابعين يتوقعون أن نور ستسافر إلى العراق. شيرو ما في غيره اليوم احتفل بعيد ميلاده 26 سنة، وأعلن شيرو أن أخته نارين وشيرين قاموا بمفاجأته بهذه المناسبة، وقاموا بتحضير مفاجأة كبيرة له. سيقوم بنشر فيديو عن هذا الأمر غدا أو بعد غد. اليوم 3/3 يعني عيد ميلادي، صرت 26 سنة. هابي بيرثداي شيرو لألك، وبدي أقول لشيرين ونارين أنا كتير 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 بحبكم وبموت فيكم، لأنه جايز عملوا لي مفاجأة بتجنن كتير كبيرة، ما كنت متوقع يعني تكون لهالدرجة. رح تشوفوها على فيديو اليوتيوب، رح ينزل بكرة أو بعد بكرة. ولكل حدا ساعد شيرين ونارين بدي أقول له شكرا كتير، وشكرا لكل حدا أجا ولكل حدا عايدني. جايز أنا بحبكم كتير كتير. خلال اللايف اليوم قامت نارين بيوتي بالإجابة عن بعض أسئلة المتابعين لها، ومن ضمن هذه الأسئلة سألوها المتابعين هل قامت نارين بيوتي بعمل فيلر للشفايف، ونارين بيوتي أكدت لهم هذه المعلومة وأنها خضعت لعملية تجميل أخرى. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس حتى لايك. حلمتلكم، شوفكم بالفيديو الجاي.